فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيبه مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مدرعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والمول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبان وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير
أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من